قال أهل العلم جمع في بيته هذا أنواع الشرك الثلاث. من يستخرجها لنا؟ يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. شرك في ماذا؟ اللوذ من أنواع ماذا؟ ألوهية، عبادة. فإن من جودك الدنيا وضرتها، الربوبية، ومن علومك علم اللوح والقلم في أسماء الله وصفات. لذلك لو استبدلت البيت فقلت يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كان المعنى صحيح أو فاسد؟ كان المعنى صحيح، يدل على فساد المعنى الأول.